انه ننتهي بالاعراب او تنوينا مما تضيف حذف كطول سين اقراها جميعا انه ننتهي بالاعراب او تنوينا مما تضيف حذف كطول سين والثاني يجر ونوي من او في اذا لم يصلح الا ذاك ولا مخولا لما سوى ذينك واقصص اولا او اعطه التعريف بالذي تلا وان يشابه المضاف يفعل وصفا عن تنكيره لا يعزل كرب راجي نعويم الامل مروع القلب قليل الحيل وذي الاضافه اسمها لفظيه وتلك محضه ومعنويه الى هنا صار الاضافه نسبه تقييديه بين اسمين توجب الجر الثاني منهما جاء غلام زيد وغلام قيدته بزيد وهذا اوجب الجر الثاني منهما قال رحمه الله من انتهي لاعراب النون التي لاعراب وهي من المثنى وجمع المذكر السالم يجب حذفها في الاضافه تقول هؤلاء مساعدون بين ضبط قلت هؤلاء مساعد زيد وتقول هذان غلامان بين ضبط قلت هذان غلام زيد هذه النون تلي الاضافه تلي الاعراب الاعراب قبلها وهو الالف في حالة رفع المثنى والياء في حالة جره ونصبه والواو في حالة جمع الكسر والياء في حالة جره ونصبه يسمى الجمع الذي على حده يقال الجمع الذي على حد المثنى هو جمع الكسر كيف على حد المثنى كل منهما مقطون بنون زائدة تحذف الإضافة كل منهما معرب بحرفين كل منهما تسلم في صورة المفرد أما النون التي يليها الإعراب لا تحذف نحو شياطين الإنس الإعراب جاء بعدها شياطين الحركة لاحقة للحرف على رأي بعضهم وبعضهم قال قبلها وبعضهم قال مقارنة قال ابن مالك الشكل سابق حرفه أو بعده رأيان والتحقيق مقترنان إذا قلت البو هل الضمة سبقت الباء أو الباء سبقها فهما مقترنان على رأي مختلف نحن هنا على رأي أنه لاحق الحركة النون التي يليها الإعراب يأتي بعدها لا تحذفه شياطين الإنس بساتين القلب أنا أقوله أنه ننتهي للإعراب أو تنوينا كذلك تقول هذا قلم وتقول هذا قلم زين مما تضيف حذف كطول زين لماذا حذفنا النون والتنوين النون والتنوين دلالة كمال الإسم وتمامه دلالة كمال الإسم وكماله إذا قلت غلامان النون آخر الإسم ولذلك لا تقول هذا غلام زيد لا يمكن تقول غلامان لأن الشيء لا يكون تاما ناقصا والمضاف لا يتم إلا بالمضاف إليه أنا قلت إن ننتهي لإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطول بعضهم ربما حذف التاء في الإضافة قليل من العرب يحذف التاء قالوا منها قراءة بعضهم ولو أراد الخروج لا عدوا له عده وهي لهجة اليوم لإخواننا النجد وأهل القصيم يقولون سيارتك حذف التاء لغة فصحى لا يستعملونها بعاميتهم وهي لغة فصيحة تأتنين يحذفونها ولو أراد الخروج لا عدوا عده أي عدته قالوا من يقول الله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال الأصل من بعد غلبتهم حذف التاء الإضافة كما تحذف النون والتنوين والثاني يجر المضاف إليه حكم الجر ما الذي جره قالوا جرته الإضافة وهي معنى من المعاني أو جره المضاف وهذا هو الصحيح أن المضاف هو اللي جر المضاف إليه بدليل أنك تقول كتابه وكتابي وكتابك ومعروف عن الضمير أنه لا يفارق عامله الضمير لا يفصل عن عامله إذا العامل في المضاف إليه هو المضاف والثاني يجر ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك الإضافة تكون على تقدير فيه أو اللام أو من إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف قدرت فيه مالك عالم المدينة عالم في المدينة الشافعي عالم مصر عالم في مصر مكر الليل مكر في الليل تربص في أربعة أشهر إذا كان المضاف إليه أصلا المضاف يصح الإخبار به عنه قدمت من باب خشب باب من خشب خاتم من فضة إذا لم يكن المضاف إليه أصلا المضاف ولو رفع له قدرت اللام باب المسجد وغلام زيد أنا أقول ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخلا لما سوى ذينك واخصص ولا أعطه التعريف المضاف إليه يعطي المضاف تخصيصا إذا كان نكرة تقول هذا قلم وتقول هذا قلم رجل لم يكن القلم ليس معظما لكن تخصصا عرف أنه ليس قلم رأى فإن نضيف إلى معظم أكسبه تعريفا تقول هذا غلام زيد
على كتاب زيد على قلم زيد. فالمضاف إليه إذا كان نكرا خصص المضاف، وإذا كان معرفة عرفه. أما نقول يخصص ولا أو أعطيه التعريف بالله تعالى وتسمى إضافة محضة أو معنوية. وإن يشابه المضاف، وإن يشابه المضاف يفعل وصل عن تنكيره لا يعزل كرب راجنا. إذا كان المضاف وصفا وضيف إلى معموله فإنه لا يفارق التنكير، لا تفيد الإضافة شيئا. تقول هذا ضارب زيد، ضارب نكرة، لأن اختصاصه بضرب زيد كان موجودا قبل ضربه. تقول هذا ضارب زيدا، والدليل على أنها نكرة جرتها رب، قال رب راجنا، مقرر عندك العربية أن رب لا تزول إلا نكرات. قال واخصص بمنذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، ما دام رب جرته ونكرا، رب راجنا مع أنك أضفتها إلى أنا وأنا أعرف المعارف العربية ألفا، كرب راجنا عظيم الأمل، صفة المعرفة معرفة، صفة نكرة نكرة، عظيم الأمل مروع القلب اسم مفعول، صفة لراجنا وهي نكرة هو نكرة، قليل الحيل كذلك صفة مشبهة اسم فاعل. منها قول الله عز وجل هذا عارض ممطرنا، عارض نكرة ممطرنا صفة له، وصفة النكرة نكرة، ممطر اسم فاعل وضيف لنا لم تجده شيئا، هديا بادر الكعبة هدي نكرة، والكعبة عارض المعارف وضيف إليها لم تجد شيئا، جاء صفة لنكرة فهو نكرة. واضح؟ أنا قوله كرب راجنا عظيم الأمر مروع القلب قليل، والإضافة تسمعها لفظية تسمى لفظية لأنها تريد التخفيف اللفظي. قولك هذا ضارب زيدا أثقل من قولك هذا ضارب زيدا، هذا أخف، إنا مهلكو أهل هذه القرية أخف من قولك مهلكون أهل هذه القرية، يسموها لفظية لأنها مضافة إلى اللفظ فقط، تخفف اللفظ فقط، والإضافة تسمعها لفظية. وتلك التي أضافت المضافة وفاءت المضافة تخصيصا أو تعريفا تسمى محضة، المحضة اللبن لا ماء فيه، محضة خالصة أو معنوية لأنها مدارها المعنى تفيد المضافة تخصيصا أو تعريفا.